اللقاء يتجدد مع شؤوننا العربية. أهلا بحضراتكم، وأكثر مقاربة لشأن عربي نتناوله بالمتابعة وتحليل وإفراد لمساحة أكبر من الحوار وطرح كثير من التحديات التي تواجه دولة لبنان الشقيقة والحراك السياسي النسبي الحادث، إضافة بالتأكيد إلى التحديات الاقتصادية المتعاظمة التي تواجه لبنان في وقفتنا الحوارية في هذه الحلقة من شؤون عربية، والتي نبدأها مع حضراتكم بجولتنا الإخبارية العربية المعتادة. أول محطتنا من القاهرة، حيث أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لليمن الشقيق للتوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة في البلاد. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي. اسمحوا لي بداية أن أرحب بكم في زيارتكم الرسمية الأولى لوطنكم الثاني مصر، عقب توليكم رئاسة مجلس القيادة الرئاسي اليمني، وأنني وإذ أتمنى لكم ولمجلس القيادة الرئاسي اليمني التوفيق في مهمتكم الجديدة، فإنني أود أن أشد على أيديكم وأن أعبر عن دعم مصر لكم في تلك المهمة بما تحمله من مهام جسيمة ملقاة على عاتقكم لتحقيق صالح الشعب اليمني الشقيق، وأن أؤكد لفخامتكم دعم مصر لجهودكم في سبيل التوصل إلى حل سياسي عادل ومستدام للأزمة اليمنية يضمن تعزيز السلام والاستقرار وإنهاء معاناة شعبكم الشقيق. من جانبه أشاد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بدعم مصر لبلاده ووقوفها معها، لا سيما في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية في اليمن مقابل الميليشيات الحوثية. بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الأخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، الأخوة الحضور جميعا، يسعدني أن أتحدث إليكم اليوم من أرض الكنانة لأنقل تحيات وتقدير الشعب اليمني لهذا البلد الشقيق الذي كان إلى جانبنا دائما دفاعا عن الجمهورية في الشمال واستقلال جنوبنا الحبيب من الاستعمار. وكانت مصر الدولة التي أسهمت في النهضة وإعادة بناء مؤسسات الدولة عام 1962، واليوم فإن مصر تقف معنا أيضا في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران، كما تحتضن مئات الآلاف من أبنائنا الذين تقطعت بهم سبل العيش في الداخل. كان رئيس السيسي قد استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بقصر الاتحادية صباح اليوم، وعقدت جلسة مباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها والمساجدات اليمنية، بما في ذلك الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام وتخفيف المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، حيث شدد رئيس السيسي على أهمية مواصلة العملية السياسية باليمن بنوايا مخلصة هدفها مصلحة الشعب اليمني في المقام الأول. ينضم إلينا المزيد من المتابعة عبر الهاتف سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. تحية لك سيادة السفير. أهلا بك، مساء الخير. مساء الخير يا فندم. اليمن ومستجداته وتطلعاته وتحدياته بالتأكيد دوما تضع كل هذه التطلعات مصر صوب عينها، ويلقي ذلك بالتأكيد بظلاله على ثوابت الدولة المصرية تجاه الشأن اليمني وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة. الملامح المميزة لهذا الموقف، وكيف يمكن أن يكون داعما لليمن قيادة وشعبا في مرحلة مهمة جدا من تاريخها؟ بالتأكيد، فاليمن إحدى الحضارات العربية القديمة، بلد قديم وله تاريخ قديم، ومن يزور اليمن يكتشف فورا من مبانيه وتقاليده أنه بلد عريق قديم، والعرب هم الذين قالوا لابد من صنعاء وإنطال السفر، وهو دولة مؤسسة لجامعة الدول العربية، ثم أصيبت بعملية
أدت إلى تراجع اليمن كثيرا في وقت حكم الأئمة المتخلف، وقامت ثورة الجيش اليمني سندها الجيش المصري في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وبالتالي مصر استثمرت الكثير من أموالها بل من أبنائها ومن شهدائها على حرية اليمن واستقلاله ورفعة شأنه. ثم اليمن انضم إلينا في تحالفات تحت السقف العربي عندما كانت مصر والعراق والأردن واليمن يقيمون تحالفا في مجلس التعاون العربي. تقطع هذا بعد انهيار نظام صدام حسين وتراجع الأمور في اليمن أيضا. مشكلة اليمن الآن أنه ظهرت فيه مشكلة القبلية، كل قبيلة تريد أن تخط مصالح البلد على مصالحها، وهذا أسوأ ما يصيب بلد. لكن الأسوأ منه أن كل جانب أو قبيلة أو حزب يلجأ للمساندة من طرف أجنبي، فيصبح الحل وليس في يد أبناء البلد وإنما في يد القوة التي تساند مختلف الأحزاب والقوة المتعارضة، وهذا ما نراه أيضا سواء في سوريا أو في ليبيا أو في كثير من البلدان. نحمد الله أننا لا نرى مثل هذا في مصر، لأن المصر هو مصري حيثما كان، سواء كان في الإسكندرية أو في أسوان أو حلايب وشلاتين. ولهذا نحن لدينا تجربة، أعرق دولة في العالم، دبلوماسية قديمة 2000 سنة قبل الميلاد، تستطيع ولديها من الوسائل، خصوصا أنه جدت علينا الآن دبلوماسية الرئاسة القادرة على أن تنظر في الأمور وتحشد لها كل الإمكانيات وكل الوسائل والمختصين لكي نواجه هذه الموضوعات الجديدة علينا. اليمن الآن بدأ خطوات، أولا في هناك هدنة من القتال، ثم هناك توافق على كيفية الذهاب إلى حكم الشعب وإلى صناديق الانتخاب، ولعلنا نشجع هذا وبإذن الله نصل إلى حل قريب إن شاء الله. أرى في هذا أن مصر تطلع بعبء جديد، سواء في توفير الملاذ الآمن لآلاف اليمنيين الذين غادروا بلدهم، تقديم الخدمات الطبية وخدمات التعليم، تقديم كل الخبرات اللازمة لمناواة المؤامرات التي تصار ضد هذا البلد الشقيق. وواضح أن الرئيس التزم التزاما كاملا وصريحا لمساندة هذا البلد الشقيق، بحيث نرجو من الله أن يعود اليمن عضوا عاملا فاعلا في المظلة العربية الشاملة إن شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر أستاذ سفير جمال بيومي على هذه المداخلة. إلى الجزائر، حيث أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانا شددت فيه على أن الجزائر سوف تحترم كافة التزاماتها بتوريد الغاز إلى إسبانيا، مطالبة في نفس الوقت الشركات الإسبانية بالوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية. كانت الجزائر قد قررت الأربعاء الماضي حظر جميع أنواع التجارة غير صادرات الغاز مع إسبانيا عقب خلاف دبلوماسي بشأن الصحراء الغربية. في سياق متصل، قال خوسيه مانويل باريس وزير خارجية إسبانيا عقب لقائه مسؤولين أوروبيين في العاصمة البلجيكية بروكسل إن بلاده تريد حل خلافها مع الجزائر بأسرع ما يمكن عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية. اتفقنا أوروبا وإسبانيا على أن ما نريده وما تريده مدريد هو العودة في أسرع وقت ممكن للحوار والصداقة التي تربط الشعب الإسباني والشعب الجزائري، والعودة في أقرب وقت ممكن لعلاقات تجارية واقتصادية طبيعية بين إسبانيا والجزائر، بين الاتحاد الأوروبي والجزائر. إلى رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية بيانا طالبت فيه الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس المحتلة. وطالبت الخارجية الفلسطينية أيضا أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص. إلى سوريا، حيث قامت وزارة النقل قالت إنه تقرر تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار دمشق الدولي،
وذلك بعد ساعات من هجمات صاروخية إسرائيلية استهدفت مواقع جنوبية العاصمة دمشق. كانت تقارير صحفية سورية قد ذكرت أن الدفاعات الجوية السورية اعترضت الصواريخ الإسرائيلية وأسقطت معظمها، لكن الهجوم الذي وقع صباح الجمعة تسبب في إصابة مدني وإلحاق بعض الأضرار المادية. يعقد فريق الخبراء العرب المعني بمكافحة الإرهاب اجتماعا استثنائيا غدا لدراسة تطوير عمله، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يحضر فعالية الاجتماع الذي يستمر لمدة 3 أيام خبراء من وزارات العدل والداخلية والدفاع والخارجية في الدول العربية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، ويناقش الاجتماع سبل تطوير عمل الفريق بما يتماشى مع التحديات الجديدة في مجال مكافحة الإرهاب. أعلن المرصد العربي لحقوق الإنسان عن تبني اقتراح إطلاق المؤتمر العربي للأمن الغذائي الذي يهدف إلى إيجاد آلية عربية تعتمد المعايير الدولية للوقوف على مؤشر الأمن الغذائي بالبلدان العربية. وأكد المرصد خلال اجتماع في القاهرة برئاسة عادل العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أكد اهتمامه بتبني الاقتراح على المستويين العربي والعالمي لما له من أهمية قصوى في ظل تحديات النظم الغذائية المستدامة التي يعاني منها العالم ومعاناة العديد من البلدان من نقص السلع الأساسية الغذائية. وكشف المرصد خلال الاجتماع عن تنظيم مؤتمر خاص بالأمن الغذائي في الوطن العربي، وذلك إيمانا بتلمس المرصد وإطلاعه على التحديات الغذائية التي يواجهها العالم خاصة في الدول النامية في ظل تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية. إلى لبنان، حيث انتهى مجلس النواب اللبناني من انتخاب رؤساء ومقرري اللجان النيابية 16. من المقرر أن يباشر مجلس النواب مهامه التشريعية خلال الأسبوع المقبل، كما يترقب اللبنانيون دعوة رئيس الجمهورية لمجلس النواب لإجراء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس وزراء جديد لتشكيل الحكومة خلفا لحكومة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي التي تم اعتبارها مستقيلة بمجرد بدء ولاية مجلس النواب الجديد في 22 مايو الماضي. يأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط اللبنانية حدوثا فراجة من شأنها أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها، وذلك عبر الزيارة المرتقبة للوسيط الأمريكي أمس هوكستاين التي من المفترض أن تبدأ خلال أيام. نظر أكثر قربا للمشهد اللبناني وقرأ في كثير من المحاور وثيقة الصلة وتفاصيل ما أشرنا إليه بشكل سريع في آخر أنبائنا في هذه الجولة العربية حول التطورات في دولة لبنان الشقيقة. وينضم إلينا في هذه الوقفة الحوارية في شؤون عربية المزيد من المتابعة والتحليل الأستاذ يسرى عبيد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. تحية لحضرتك أستاذ يسرى. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. يعني نبدأ ربما بالمدخل الخبري في هذه الوقفة الحوارية، انتهاء مجلس النواب اللبناني من انتخاب أعضاء اللجان النيابية وما يؤشر إليه من إحداث حلحلة في هذا المسار في الأفق السياسي اللبناني اللي بالتأكيد يعني للأسف بيتزامن مع كثير من التحديات الأمنية والاقتصادية وغيرها من خلال ما طلعناه بشكل سريع في الخبر الفائت. هو في البداية إجراء الانتخابات لجان في مجلس النواب اللبناني تعتبر إجراءات عادية، خاصة بعدما تم انتخاب رئيس للمجلس وهو نبيه بري خلال الفترة الماضية، وبالتالي لابد أن يأخذ المجلس عمله بانتخاب رؤساء اللجان وبتشكيل باقي اللجان التي تعتبر الهيكل الأساسي لعمل مجلس النواب. المهم في هذه المسألة هو البدء في المشاورات التي سيطلقها رئيس الجمهورية لاختيار رئيس جديد للوزراء وتشكيل الحكومة
التي ربما يعتقد الكثيرون أنها ستواجه صعوبة شديدة نظرا للتشكيلة التي نشأت عنها الانتخابات الأخيرة، وهو عدم حصول أي من الأطراف والأحزاب الرئيسية في لبنان على الأغلبية الكافية لتشكيل الحكومة. حتى حزب الله والمتحالفين معه من التيار الوطني الحر وغيرهم فقدوا الأغلبية التي كانوا يتمتعون بها في المجلس الماضي، وبالتالي من المتوقع أن تشهد عملية تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية صعوبة شديدة، وربما تستمر فترة طويلة حتى يتم الاستقرار على تشكيل هذه الحكومة. لبنان له تاريخ طويل خلال الفترة الماضية في عمليات ربما تعقيد عمليات تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية. قبل ذلك ميشيل عون انتخب بعد أكثر من عام من الفراغ في قصر بعبدة الرئاسي، سعد الحريري تم التشاور قبل ذلك على تشكيل حكومته شهور طويلة حتى تم التوافق وتم الاستقرار وتم تكليفه بتشكيل الحكومة. وبالتالي أعتقد أن المشهد سيكون معقد في الأزمة اللبنانية في عملية المشاورات التي سيجريها رئيس الجمهورية لاختيار من سيشكل هذه الحكومة، والتوافقات التي ستتم داخل مجلس النواب اللبناني لتشكيل حكومة ربما تكون حكومة أغلبية. ولكن أعتقد أن المشهد سيكون صعب للغاية في عملية تشكيل هذه الحكومة. تداعيات أزمة الأمن الغذائي بالتأكيد بتلقي بظلالها على المشهد العربي والعالمي في أعقاب الأزمة المتصاعدة أيضا في الأزمة الروسية الأوكرانية، يعني كيف تنظرون إلى هذا الأفق، خاصة وأنه يعني بخصوصية المشهد اللبناني يتزامن مع أزمة اقتصادية خانقة بالأساس؟ لبنان في الأساس يعاني قبل حدوث هذه الأزمة أو الحرب الروسية الأوكرانية يعاني بشدة. لبنان كان على وشك الإفلاس، الليرة اللبنانية فقدت الكثير ووصلت إلى مستوى قياسي من الانهيار، وبالتالي الشعب اللبناني يعاني قبل هذه الأزمة، فما بالنا وتداعيات هذه الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع. الولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم يعاني، تضخم وصل إلى مرحلة لم يصل إليها منذ أكثر من حوالي 40 عاما، ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا وصل إلى ذروته، وبالتالي الدول الكبرى والاقتصادات الكبرى تعاني، فما بالنا بدولة مثل لبنان هي تعاني في الأساس من انهيار اقتصادي قبل حدوث هذه الأزمة. وبالتالي ستفاقم هذه الحرب مشكلة الدولة اللبنانية، وسيعاني اللبنانيون بشدة جراء تداعيات فشل الدولة اللبنانية قبل ذلك ثم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي يعاني منها الجميع. هناك تحديات خاصة بالنفط والغاز أيضا يعني بتكرس لها هذه الأزمة الروسية الأوكرانية، وربما هي كانت قائمة أيضا بالأساس يعني، ولكن ازدادت تصاعدا على هذه الخلفية. قبل يومين أكدت الحكومة الإسرائيلية عدم تنازلها عن حقل كريش للغاز الطبيعي المتنازع عليه مع لبنان في مياه البحر الأبيض المتوسط، وكان في تصريحات لافتة لوزير الخارجية الإسرائيلي مؤكدا أن دولته قادرة على حماية حقوقها. عن أي حقوق يتحدث الجانب الإسرائيلي؟ بالتأكيد الإسرائيليون يستغلون ضعف الدولة اللبنانية وضعف الموقف العربي وانشغال العالم بالحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالي يريدون أن يسيطروا على حقوق لبنان في الغاز. الحدود البحرية حتى الآن لم يتم ترسيمها بين لبنان وإسرائيل، وبالتالي إسرائيل تستغل ضعف لبنان، تستغل انشغال العالم، تستغل ضعف الدول العربية في هذا التوقيت، وبالتالي تريد أن تسطو على الغاز اللبناني. الدولة اللبنانية دولة ضعيفة، أصدرت بيانات لم تقم بخطوات على الأرض لمواجهة هذه السرقة الإسرائيلية. حزب الله هدد بأنه سيواجه هذه الخطوة بشكل كبير، ولكن حتى الآن لم نرى أي شيء، وبالتالي ربما لجوء المبعوث الأمريكي أو الوسيط الأمريكي خلال الأيام المقبلة، ربما تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لثنيها عن هذه الخطوة. ولكن إسرائيل من جانبها تحدت الجميع وقالت إنها سترسل قطع بحرية من الجيش الاحتلال الإسرائيلي لمساندة السفينة التي ستنقب عن الغاز في المياه اللبنانية. وكل هذا للأسف الشديد حتى الآن لم يواجه من جامعة الدول العربية أو من الدولة اللبنانية نفسها بالقوة التي قامت بها إسرائيل بهذه الخطوة التي نعتبرها سرقة إسرائيلية لثروات لبنانية وثروات عربية موجودة في البحر المتوسط. يسأل عن هذا أساس اللبنانيون، يسأل عن هذا الذين أوصلوا لبنان إلى هذه الحالة من الضعف، يسأل عن هذا الولايات المتحدة الأمريكية التي هذا الملف بالذات كانت تتولاه أمريكا. ولكن إسرائيل كما قلنا تستغل انشغال الولايات المتحدة الأمريكية والغرب بالحرب الروسية الأوكرانية، ولذلك أقدمت على هذه الخطوة التي ستؤثر بشكل كبير على الدولة اللبنانية وعلى ثروات لبنان الذي يعاني
من أزمة اقتصادية طاحنة. ما بين لبنان وسوريا وفلسطين، يعني حتى وإن كان في خصوصية يعني في هذه الممارسات الإسرائيلية بالنسبة للبنان، لكن بالتأكيد هي تمتد لتلقي بظلالها أيضا على التعاطي مع الأزمة الفلسطينية وأيضا في المشهد السوري، ويعني كان في مناوشات تبعناها يعني حتى في نشرتنا الإخبارية العربية بين الجانبين السوري والإسرائيلي. يعني إلى أي مدى حضرتك برضو بتلمس يعني هذه القواسم المشتركة في هذه الملفات الساخنة في منطقتنا العربية على ضوء الممارسات الإسرائيلية؟ للأسف الشديد الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مطار دمشق الدولي تسببت بأضرار شديدة لمنشآت هذا المطار وأخرجته عن الخدمة مؤقتا. إسرائيل تقوم بين الحين والآخر بشن هجمات على الأراضي السورية، ولم تقم الدولة السورية بما يكفي للدفاع عن أراضيها ولإرسال رسالة لإسرائيل بأنها قادرة على رد الصاع صاعين، ولكن الدولة السورية تتلقى الضربات وليس هناك أي رد فعل من جانب الحكومة السورية ولا من جانب الدولة السورية ولا الجيش العربي السوري، الذي يكتفي فقط بأنه يقول أنه تصدى الدفاعات الجوية السورية للهجمات الإسرائيلية، وهذا ينبئ أيضا عن الضعف الذي وصلت إليه سوريا. سوريا كانت دولة عربية قوية، الجيش السوري كان من الجيوش المعدودة في القوة بالنسبة للدول العربية، ولكن ما حدث في 2011 وتداعياته بالتأكيد يعني أزمة سورية يعني لأعوام طويلة، يعني أكيد لأعوام طويلة، ولكن 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 الدولة السورية كان عليها أن تحاول أن تدافع عن نفسها، تحاول أن تظهر القوة لإسرائيل. إسرائيل دولة معتدية تقوم بهجمات على العاصمة السورية دمشق، وبالتالي دمشق لها الحق في الدفاع عن النفس وفقا للمواثيق الدولية، وكان يجب أن ترسل رسالة بأن هذه الضربات لن تمر مرور الكرام، ولدينا الجولان المحتل، سوريا لديها حدود مع إسرائيل، وبالتالي كان لابد أن ترسل رسالة لإسرائيل بأنها قادرة على أن ترد على هذه الضربات، ولكن الضربات مستمرة. الدولة السورية للأسف الشديد كما قلت لا تبدي أي رد فعل على هذه الضربات، وبالتالي إسرائيل تتحجج بأنها تقاوم أو تواجه النفوذ الإيراني في سوريا، فما دامت إسرائيل تتحجج بهذا فلابد أن تدافع الدولة السورية عن سيادة الأراضي السورية. هل من أصداء سيد يسري لهذه التطورات في سوريا على لبنان؟ بالتأكيد أيضا هناك يعني خصوصية في الوضع السوري اللبناني، ومن منطلق على الأقل الجوار دوما لما بيحصل أزمة بيكون في تحسبات قوية جدا أن تخرج هذه الأزمة خارج حدودها إلى المحيط العربي، ارتقاء إلى المحيط الإقليمي والدولي، كيف تنظرون إلى هذه الأزمة؟ أعتقد أنه منذ عملية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري في 2005 وسوريا انفصلت بشكل كبير عن لبنان. نحن نعلم أن سوريا كانت تعتبر دولة وصاية، الجيش العربي السوري كان متواجدا في لبنان بشكل كبير، ولكن بعد اغتيال رفيق الحريري خرجت سوريا من لبنان، حصل انفصال شديد، جاءت الثورات أو الانتفاضات العربية في 2011 وسوريا حدث بها ما حدث، لبنان بعد ذلك حدث به ما حدث، وبالتالي الدول العربية خاصة سوريا ولبنان تفككت بشكل كبير، ضعفت بشكل كبير اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، وبالتالي إسرائيل استغلت هذا الضعف من جانب سوريا أو لبنان، قامت بضربات عسكرية ضد سوريا من حين لآخر، تركيا احتلت الشمال السوري وتهدد بعملية عسكرية وإنشاء منطقة آمنة لتركيا داخل الحدود السورية بحوالي 30 كيلو متر، لبنان يصارع من أجل أزماته الاقتصادية، وبالتالي كل هذا الضعف وكل هذه الأزمات التي تمر بها الدول العربية خاصة سوريا ولبنان تستغلها إسرائيل، لأن إسرائيل تعلم تماما أنه لو حدث هناك رد من جانب سوريا على هذه الضربات أعتقد أنها لن تقدم عليها، لأن إسرائيل تصدر دائما لمواطنيها بأنها قادرة على حمايتهم من أي هجمات وأنها توفر الأمن لمواطني إسرائيل، وبالتالي عندما تحس بأن هناك ضربات ستوجه لها من جانب سوريا أو من جانب لبنان وبالتالي كانت ستفكر كثيرا قبل أن تقدم على أي هجمات ضد سوريا. ليس بعيدا عن هذا السياق، اسمح لي أرجع للمحور اللبناني الإسرائيلي، وزير الخارجية اللبناني قال إن بلاده لا تريد الحرب وأكد بدء التواصل مع الوسيط الأمريكي حول ترسيم الحدود، هل يعول على الطرف الأمريكي؟
في هذا الشأن؟ أعتقد أنه لن يفضي إلى شيء. الولايات المتحدة الأمريكية في وضع الآن لا تستطيع أن تجبر إسرائيل على خطوة من هذا النوع، وهي رغمها على الانسحاب من الحقل البحري المتنازع عليه بين لبنان وبين إسرائيل، وهذا ما دفع إسرائيل القيام بهذه الخطوة. كما قلت، الولايات المتحدة الأمريكية منشغلة بالحرب الروسية الأوكرانية، العلاقات ما بين الحكومة الأمريكية وحكومة تل أبيب ربما فيها بعض التوتر نظرا للملف النووي الإيراني، لأن إسرائيل تتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لا تريد أن تعاقب إيران ولا تريد أن تتخذ إجراءات ضد إيران بسبب الاتفاق النووي الذي ربما يكون فشل بشكل كبير، وربما تستعد إيران كما قال رئيس الإيراني. هل إيران هي بيت الداء، هي مربط الفرس كما يرى كثير من المتابعين والحللين؟ وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت أن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط ستزور إسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 11 إلى 14 يونيو لبحث موضوعات من بينها ردع الأنشطة الإيرانية العدوانية بالمنطقة، هل هذا هو بيت القصيد؟ بالتأكيد إيران هي بيت القصيد في جميع الأزمات في الشرق العربي، يعني اليمن، العراق. العراق حتى الآن لم يتم تشكيل حكومة، وهناك بعض الأنباء التي تقول أنه سيتم الدعوة إلى انتخابات نيابية مبكرة بدلا من الانتخابات التي أجريت ولم يتم على أساسها تشكيل حكومة حتى الآن. لبنان نفس الأزمة ما بين حزب الله وما بين باقي طوائف الشعب اللبناني. سوريا، الوجود الإيراني في سوريا يسبب مشاكل كبيرة للدولة السورية، والهجمات التي تشنها إسرائيل على سوريا بحجة النفوذ الإيراني والتواجد الإيراني في سوريا. وبالتالي إيران بشكل كبير هي بيت القصيد، عامل أساسي في الأزمات العربية. إذا تم حل المشكلة مع إيران بالنسبة للدول العربية، أعتقد أن المشكلات في لبنان والمشكلات في العراق وفي اليمن ستحل بشكل تلقائي، ولكن لا يوجد أفق لحل هذه المشكلة مع إيران. إيران على وشك أن تقوم بإنتاج قنبلة نووية، وبالتالي الأمور ليست في طريق الحل ولكن في طريق التصعيد خلال الفترة المقبلة. الولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بأن في صعوبات كبيرة بالنسبة للعودة للاتفاق النووي. الدول الأوروبية قالت إن إيران، رأينا القرار الذي صدر عن وكالة الطاقة الذرية ضد إيران، وردت عليه إيران بإزالة كاميرات المراقبة التي وضعتها الوكالة في منشأتها النووية، وهي تقول للعالم أجمع بأنها قادرة على أن تتعامل مع هذه المواقف وقادرة على أن تنتج قنبلة نووية بعيدا عن أعين المجتمع الدولي وبعيدا عن الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي كل هذا سينعكس بكل تأكيد على العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، لأن إسرائيل تتهم الولايات المتحدة بأنها ضعيفة أمام إيران وضعيفة أمام الملف النووي الإيراني. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ليست في وضع الآن يسمح لها بأن تجبر إسرائيل على الانسحاب من حقل الغاز اللبناني، تجبر إسرائيل على عدم قصف الأراضي السورية، تجبر إسرائيل على حل المشكلة الفلسطينية. خلينا نسأل حضرتك سؤال آخر، هل ثمة رابط بين ما تقوم به إسرائيل حاليا والأزمة الروسية الأوكرانية، وربما دول يعني للوهلة الأولى يتبادر لذهن أنها ليست داخلة في غمار هذه الأزمة لكنها تحركها بشكل كبير، يعني سواء كانت إسرائيل أو الولايات المتحدة أو ما إلى ذلك؟ بالتأكيد تداعيات الأزمة والحرب الروسية على أوكرانيا تطال العالم أجمع. إسرائيل علاقتها مع روسيا تستغل انشغال روسيا بحرب أوكرانيا، تستغل أن روسيا سحبت بعض جنودها وبعض معداتها العسكرية من سوريا وبالتالي تقوم بشن هجمات. رأينا أن روسيا هددت إسرائيل بأنها ستفعل منظومات الدفاع الجوي S-300 الموجودة في سوريا، ولكنها لم تفعل ذلك حتى الآن. قاعدة حميميم العسكرية الروسية الآن تشهد بعض الانسحابات من جانب الجنود الروس، وتحاول إيران ملء هذه الفراغات، وهذا ما يجعل إسرائيل تقوم بشكل سريع بشن هجمات على هذا الوجود الإيراني الموجود في سوريا. وبالتالي الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل كبير على الأوضاع في سوريا وعلى العلاقات ما بين روسيا وما بين إسرائيل، لأن إسرائيل تساند أوكرانيا وأعلنت صراحة أنها تدين هذا العدوان الروسي على أوكرانيا. وبالتالي ولكن روسيا الآن ليست في وضع تقوم فيه بعمليات أو تقوم فيه باعتراض الطائرات الإسرائيلية التي تهاجم سوريا، لأنها منشغلة بشكل كبير، سحبت الكثير من معداتها والكثير من جنودها من سوريا. وبالتالي إسرائيل تستغل هذه الفوضى الموجودة في العالم وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الموجودة في معظم دول العالم، وتقوم بما تقوم به سواء في سوريا أو سواء في فلسطين أو سواء في لبنان من سرقة
الغاز اللبناني. تداعيات هذا الأمر، ربما نتائج الحرب الروسية على أوكرانيا هي التي ستحدد بشكل كبير المشهد في الشرق الأوسط، والمشهد ما بين إسرائيل وما بين إيران، المشهد ما بين إسرائيل وما بين سوريا. لو هنرجع للمشهد اللبناني ونربطه أيضا بالمشهد العالمي ونخلي منطلقنا يعني في هذا التساؤل الأخير عن إعادة ترتيب الأوراق سواء في الداخل الإسرائيلي من قبل الحكومة الإسرائيلية أو ضخ دماء جديدة أو وجوه جديدة هي اللي تتولى قيادة الأمور كحكومة لبنانية مرتقبة بقادم جديد بعد سيد نجيب ميقاتي، كيف تنظرون يعني إلى هذه المسألة بشكل عام؟ هناك اجتماعات ستعقد في القاهرة بخصوص الأزمة اللبنانية خلال الفترة المقبلة لمحاولة يعني حل مشكلة التوافق حول حكومة لبنانية جديدة ستشارك فيها قوى أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الأخرى بجانب الدولة اللبنانية وجانب أساسة اللبنانيين، وبالتالي المشكلة في لبنان الآن هي مشكلة ما بين حزب الله وما بين الأطياف اللبنانية، من سيقدم تنازلات حتى يتم تشكيل حكومة ويتم التوافق على اختيار رئيس للبنان، من سيعمل على أن تهيئ لبنان لمواجهة التصعيد الإسرائيلي في حقل الغاز، هل سينفذ حزب الله تهديده بمواجهة عسكرية مع إسرائيل بسبب حقل الغاز؟ أعتقد أن الأمور ليست في يد حزب الله ولكنها في يد إيران. إذا طلبت إيران من حزب الله أن يصعد مع إسرائيل سيصعد بشكل كبير، ولكن إسرائيل تعلم تماما أن المواجهة مع إيران آتية لا محالة بسبب الملف النووي الإيراني، لأن إسرائيل لا تريد أن ترى إيران لديها قنبلة نووية لأن ساعتها لن تتحرك ضد إيران ولن تستطيع أن تتحرك. الدول العربية للأسف الشديد تحاول قدر الإمكان أن تحث الولايات المتحدة الأمريكية على أن تقف في وجه إيران، ولكن كما قلت الولايات المتحدة ليست في وضع الآن يعني يسمح لها بأن تنشغل بأمور أخرى غير مواجهة روسيا، الحرب الروسية الأوكرانية. تقدر الإشارة إلى أن لبنان عانى طويلا من فراغ رئاسي عقبه فراغ في الحكومة في رئاسة الوزراء، نحن الآن إزاء حكومة جديدة يعني يؤمل أن تكون مرتقبة في القريب، ويجب وضع في الاعتبار أيضا النفق المظلم الذي تمر به لبنان على مدار الفترة الماضية والتي ليست بالقصيرة. إيه المطلوب في هذه المرحلة من وجهة نظر حضرتك؟ كلمة السر للعبور بلبنان إلى بر الأمان وأن يكون بحق في ضوء بصيص من الضوء في هذا النفق. أنا من وجهة نظر الشخصية أنه سيحدث فراغ في رئاسة الحكومة وسيحدث فراغ في رئاسة الجمهورية، لأنه لن يحدث توافق. عندما كانت الأغلبية مع حزب الله وحلفائه لم يستطع تشكيل حكومة، فما بالنا الآن ولا توجد أي طائفة أو أي حزب أو أي مجموعة في لبنان لديها الأغلبية، وبالتالي هذا سيؤثر على عملية تشكيل الحكومة ما بين الأطراف اللبنانية. المشكلة في لبنان ليست في يد اللبنانيين ولكنها مشكلة خارجية، الأطراف الخارجية هي التي ستتحكم في الدولة اللبنانية وفي مسار الأحداث في لبنان. انعكاسات ما يحدث في بين روسيا وأوكرانيا بالتأكيد ستنعكس على لبنان، الملف النووي الإيراني وما سيمضي إليه سيؤثر على الأحداث في لبنان، لبنان، العراق، سوريا، اليمن، الأمور ليست بيد شعوب هذه الدول ولكنها في يد قوى خارجية وإقليمية هي التي ستحل هذه المشاكل الموجودة في هذه الدول العربية للأسف الشديد. كيف تستشرفون السيناريو المقبل بالنسبة للبنان، موضوعنا الأساسي في هذه الحلقة على ضوء هذه المعطيات؟ أعتقد أن ستجرى جولات كثيرة ما بين اللبنانيين لمحاولة التوافق حول تشكيل الحكومة، ولكن أعتقد أنها بنسبة ضئيلة للغاية سيتم التوافق. كما قلت سيتم الأطراف الخارجية بالتأكيد ستتدخل، كل طرف سيتدخل لصالح تحالفه في الداخل اللبناني، وهذا ما سيعقد المشهد وما سيؤدي إلى وجود فراغ في رئاسة الحكومة ووجود فراغ في رئاسة الجمهورية. هذه وجهة نظري الشخصية، وسيتم تكليف شخصية أو كنجيب ميقاتي بتسيير الأمور لحين التوافق على تشكيل حكومة. كما قلت العراق منذ شهور أجريت الانتخابات وحتى الآن لم تشكل الحكومة، وهناك دعوات لإجراء انتخابات جديدة. أعتقد ربما يتكرر المشهد في لبنان إن لم تحدث مفاجآت من جانب بعض القوى الإقليمية لحل المشكلة اللبنانية. أصعب الاختبارات التي تواجه لبنان في هذه المرحلة هي الاقتصاد، الأدوات الكفيلة لحلحلة هذا الملف.
الأدوات الكفيلة هي المساعدات الخارجية، أن تعود المساعدات الأوروبية والمساعدات الخليجية للدولة اللبنانية للخروج من عثرتها، أن تحل مشكلة الغاز مع إسرائيل، وبالتالي تسمح الدولة اللبنانية بالتنقيب عن الغاز، وهذا ما سينعش بشكل كبير الاقتصاد اللبناني. ولكن على المدى المنظور لن يحدث هذا، لأن إسرائيل أعتقد أنها لن تفرط في هذه المسألة، ستمضي قدما في استخراج الغاز من المياه اللبنانية وستسرق الغاز اللبناني، ولبنان في وضع للأسف الشديد ضعيف لا يقدر على أن يواجه دولة الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت بالذات. اسمح لي أختتم بما بدأت به لقائي مع حضرتك عن انتخاب أعضاء اللجان النيابية، وإلي مدى حضرتك بتشوف أستاذ يسري أنه يعني خطوة بحق جديدة في المسرح السياسي اللبناني، وإيه المفروض الأدوات الأخرى اللي تكون حاضرة بقوة في المشهد اللبناني حتى تتوازى وتتزامن مع هذا الحراك النسبي إذا كنت حضرتك بتشوف حراك؟ أتمنى كما قلت في البداية، عملية انتخاب رؤساء اللجان هي عملية روتينية تجرى في معظم المجالس النيابية التي تجرى بها الانتخابات، ربما حدث توافق على بعض رؤساء اللجان، نتمنى أن يستمر هذا التوافق لوجود قوى أغلبية في موجودة في مجلس النواب تستطيع أن تشكل حكومة وأن تسمي رئيس للوزراء، ولكن أعتقد أن عملية تشكيل اللجان غير مرتبطة بشكل كبير بعملية تشكيل الحكومة، لأن عملية تشكيل اللجان كما قلت هي إجراء تتخذه المجالس النيابية في معظم الدول، وإجراء روتيني ليس له علاقة بعملية تشكيل الحكومة ولا عملية انتخاب رئيس للجمهورية، لأن كما المجلس النواب اللبناني هو الذي ينتخب رئيس للجمهورية، وإذا لم يحدث توافق حول الحكومة لن يحدث توافق حول تشكيل أو اختيار رئيس للجمهورية، وبالتالي ايه الكفيل انه يخلي الفرقاء اللبنانيين يتوافقون او يجلسون على طاوله للوصول الى ارضيه مشتركه واعلاء مصلحه الوطن فوق اي اعتبارات شخصيه؟ الكفيل هو عدم التدخل الدولي وعدم التدخل الاقليمي في الشؤون الداخليه اللبنانيه، الكفيل هو ان يقطع الساسه اللبنانيون جميع علاقاتهم بالقوى الخارجيه التي تدعمهم والتي تؤيدهم والتي يتحالفون معها والتي ياتمرون باوامرها على حساب مصلحة الشعب اللبناني، غير هذا ستستمر المشكلة اللبنانية التي مستمرة منذ أو قبل انفجار مرفأ بيروت وحتى الآن، لأن نفس الأدوات موجودة، نفس الوجوه والشخصيات موجودة، نفس التحالفات الخارجية موجودة، ونفس المواقف من أساس اللبنانيين موجودين، لم تصدر أي تصريحات من جانب أي طرف لبناني يعلم فيه أنه سيتنازل من أجل مصلحة لبنان لتشكيل حكومة وعبور لبنان من أزمته حتى الآن، وبالتالي كل هذا سينعكس على الأزمة في لبنان، لن يوجد أي أفق ما دامت هذه الأطراف تفضل مصلحتها الشخصية والحزبية ومصلحتها مع الحلفاء الدوليين والإقليميين لها على مصلحة لبنان، كل هذا سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية التي ربما سيعاني منها لبنان أكثر من أي دولة أخرى، لأنه في أزمة أصلا قبل قيام الحرب الروسية الأوكرانية وقبل كورونا. كل ما نتمنى الأفضل للدولة اللبنانية الشقيقة والشعب اللبناني الشقيق. بالتأكيد. وأنا بشكر حضرتك تمام جزيل الشكر على تشريفك لنا في هذه الحلقة، الأستاذ يسري عبيد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، جزيل الشكر. أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، ولقاء يتجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد والمزيد من الشؤون العربية. إلى اللقاء.